عودة مشاهدينا لي خبر هام، خبر تصدر مصر لقائمة أكثر 10 دول أفريقية ذات التأثير. معايا على التليفون سعادة السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية. تحياتي لحضرتك سعادة السفيرة. وفي البداية، التصنيف ده حضرتك إزاي بتشوفي مسألة تصدر مصر لي أو في التأثير في القوى الناعمة عالميا؟ ماذا يعني هذا الأمر؟ يعني طبعا أولا مساء الخير، ثانيا يعني مثل هذا الخبر يسلك صدورنا جميعا، لأنه معناه أن مصر الجهود التي بذلتها خلال الفترات السابقة كان لها مردود واضح بتصدرها هذه القائمة على الأقل في أفريقيا. ده احنا عملنا جهد كبير جدا على مدى كل السنوات الماضية. وزي ما حضرتك أوضحتي في متن الخبر نفسه أنه المعايير متعددة، يعني هي بتتناول كل ما يخص العلاقات الثنائية والعلاقات غير الثنائية ما عدا القوى الخشنة. يعني احنا عندنا نوعين من القوى اللي هي بتمارسها الدولة في علاقاتها الخارجية: القوى الخشنة وهي التدخل العسكري أو الحروب أو غيره، والقوى الناعمة وهي كل ما عدا ذلك وما يؤثر على العلاقات ويؤدي إلى نفاذ الدولة في المجتمع الدولة الأخرى بحيث أنها تصبح ذات تأثير على هذه الدولة. فطبعا احنا عندنا من عناصر القوى الناعمة الكثير. احنا نقدر نتكلم عن الرياضة، نتكلم عن الفن، نتكلم عن الثقافة، نتكلم طبعا عن مثلا الصحة والمبادرات الصحية اللي احنا مصر عملتها تجاه المجتمعات الأفريقية بصفة عامة، نتكلم على الإعلام ومدى وصوله واهتمامه بالقضايا الأفريقية. نقدر ان احنا نتكلم على المرأة، والمرأة بتعتبر من العناصر القوية جدا للقوة الناعمة لأي دولة، والمؤشرات الخاصة بتمكين المرأة او حصولها على مكتسباتها او ما عدا ذلك، كل ده بيضع الدولة في مرتبة اعلى، يعني التصنيف بتاعها بيعلى. نفس الحكاية مثلا العلاقات بين الشباب المصريين وشباب الدول الأفريقية، وإحنا استضفنا أكتر من مؤتمر في مصر صحيح للشباب، وكان في تواصل ما بين الشباب دول والشباب دول، وبالتالي إحنا كمان بندخل بنأثر على مستقبل العلاقات في القارة. يعني الحقيقة زي ما بقول لحضرتك، هي كل أوجه العلاقات ما عدا القوى الخشنة بتندرج تحت فكرة القوى الناعمة. ولو حبينا ان احنا نتكلم فيها ده يعني حديث طويل يبدا ولا ينتهي صحيح، لكن ممكن اتوقف مع حضرتك في متن الخبر بيقول انه مصر استطاعت بنسب جيده تطويع ادواتها زي ما حضرتك تفضلتي فيما يخص الفن والرياضه، لكن من ناحيه اخرى تطرق الخبر للدبلوماسيه المصريه سعاده سفيره، او الاتزان الدولي اللي يمكن كانت تقوم به مصر في الواضح جدا في خطواتها في الفتره الاخيره. ممكن نركز على النقطه دي تحديدا، حتى ايضا تطرق للمساعدات الخارجيه واللي يمكن كان لمصر دور مهم، يمكن من توقيت ازمه كورونا حتى اللحظه كان كثير من الدول قدمت لها مصر للاشقاء لدول مختلفة مساعدات، كان هو الأكبر في تاريخ المساعدات المصرية. أنا بس عاوز أقول لحضرتك أنه المساعدات المصرية لم تقتصر على فترة الكورونا. يعني المساعدات اللي قدمتها مصر، في مساعدات إنسانية قدمتها في حالات الكوارث صحيح. في مساعدات إنسانية قدمتها لدول كان شعوبها بتعاني من مجاعات، يعني في كثير من انا اعني من فتره كورونا سعاده سفيره حتى اللحظه، يعني حتى اللحظه اللي بنتحدث فيها مع سيادتك. لا، هو حتى اللحظه احنا حضرتك مصر من خلال وزاره الخارجيه المصريه انشات ما يسمى بالوكاله المصريه للتنميه في افريقيا. احنا كمان احنا المساعدات اللي كنا بنقدمها كانت في شكل خبرات وعقول مصريه بتتوجه مزبوط. للدول الأفريقية لتساعد في عملية التنمية والبناء صحيح. ولأن ده أقوى من أنك أنت تبعتي شحنة معونات ثم ينتهي التأثير عند هذا الحد. لا، إحنا عندنا خبراء موجودين في القارة الأفريقية في كافة المجالات. إحنا بنعمل المنح اللي بتقدمها مصر دي من ضمن القوى الناعمة، اللي كل الجامعات المصرية حتى الجامعات الخاصة أصبحت تقدم منح
للإخوة في أفريقيا. عندنا دورات لبناء القدرات في كافة المجالات، يعني في القضاء وفي الشرطة وفي الدفاع وفي الخارجية وفي الرأي، كل المجالات اللي حضرتك ممكن تتصوريها. كل ده بيساعد طبعا على انه الصورة بتاعت مصر واسم مصر يتردد بشكل دائم، وهو ده اللي بتعنيه القوة الناعمة. لما صحيح. اسم الدولة بيزداد تردده وبشكل إيجابي، يعني مش بيزداد تردده لأنها يعني ارتكبت عمل سيء، لا، هي مهتمة بتحقيق التنمية، هي مهتمة بمساعدة الأشقاء الأفارقة، هي مهتمة بالتنمية، بالتدريب، بالتعليم، مهتمة بالرياضة، مهتمة بكل ما يبني الإنسان الأفريقي. نعم. فطبعا يعني لنا أن نفخر يعني. نعم، بشكرك طبعا سيادة سفيرة، انك اشرتي كمان لنقطة مهمة، هي مسألة موقع مصر، مصر الجغرافي، وان هي يعني ممكن نقول نموذج للبلدان الأفريقية، مسألة انها تنقل الخبرة في اكثر من مجال. ده بالتأكيد اعتقد هذا العنوان الاول لشرحك في نهاية الاتصال يعني. فبشكرك شكرا جزيلا للتوضيح. كان بصحبتي السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون الأفريقية.